كل أوراق الممارسة في الدوسي ده. شكرا يا مريم. معاد حضرتك هناك بعد نص ساعة. ايش رايك أنا متفائل في الوجه البشر؟ إن شاء الله هترسي علينا، بس كده هتخليني أحط إيدي على قلبي لحسن أخيب ظنك، وبالطريقة دي ضميري هيأنبني. بترسي علينا بإذن الله. بتشوفين أنا نظرتي ما تخيب. إن شاء الله. مريم، إيش رايك تجين معاي؟ تحت أمرك، بس مين هيحل مكاني هنا؟ بسيطة، إحنا ما راح نطول ساعة ساعة ونص رادين. تحت أمرك، اللي تأمر بيه. خلاص. يلا، تفضل. أبو خالد. نعم. حبيت أذكرك بس على الموعد، مو مراسع. إيه إحنا رايحين هناك. طيب ما تبيني أروح وياك؟ سالم أنا عندي اقتراح. إيش رأيك خليك هني أنت وخلص الموضوع اللي قلت لك عليه. بس أبو خالد الله يهديك، كل مرة تأخذني وياك يعني. ما راح أطول أنا ساعة ساعة. تفضلي تفضلي. أقول لك لا حد يدخل مكتبي في فترة غيابي رجاء. ها خليك أنت حوم شوي. السلام عليكم. الو، من يكون غيري؟ انا طبعا صاحبك حبيبك صديق عمرك. خير ايش تبي؟ ما بشي طبعا، ما ابي الا الخير، وانت تدري انا ما وراي الا الخير طبعا. جاي ازورك واشرب الشاي عندك، ولا مالك خلق تشوف وجهي؟ ما يخالف خلي مره ثانيه لو سمحت. ادري انك مشغول، وهذا اللي خلاني اجيلك. مسكين صديق عمري مشغول باللي مشغول بغيره. ماجد ترى مالي خلقك ومالي خلق القشمره. سالم، ومن قال لك اني تغشمر؟ صدقني انا اتكلم منتهى الجد. على كل نطوف، يلا تعيش وتاخذ غيرها يا بطل. ماجد ترى قاعد اقول لك ما اقدر اتحملك، وانا حذرك انك اتماده. هونها وتهون، اف عليك وانا اخوك. يا ايش فيك؟ لا تعقد روحك. لا اخذ الامور بروح رياضيه. مثل ما طارت مني طارت منك، وشفطها المعلم الكبير. انا وياك في الهوى سوا يا حبيبي. ماجد لو ما بطلت تلميحاتك السخيفه هذه ترى ما راح يصير خير، وانت عارفني زين. افا يا سالم، ما في داعي كل الاعصاب، انا مقدر شعورك وانا اخوك. انا قبلك انصدمت، لكن ما اخذ الامور بروح رياضيه. حبيبي انا نظرتي ما تخيب. ليش؟ لاني افهم الدنيا اكثر منك طبعا. صدقني يا سالم، البنيه تخطط ترسم، بس كلام مثلي ومثلك اي كلام. يلا بذمتك يا سالم، البنيه عندها صاحب الشركه، صاحب الحلال، صاحب المال. اطالعني واطالعك طبعا. لا مقيوله حبيبي، الذيب ما يهرول عبث. انا وياك كنا السلم او الدرج اللي تصعد عليه لين وصلت الى اغراضها، حققت اهدافها، بس وانا وانت في الزحليق. برا، اطلع برا. سالم الله يحقك، انا الحين قاعد انورك افهمك، تطردني؟ على كل ولا يهمك، انا طالع، انا ما ازعل، انا اخذ الامور دائما بروح رياضيه انت تدري. لكن اقول لك اقعد وابكي على اطلالك يا المقرود، كفوك.